السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. لو عندك طابعة موديل HP Laserjet M 4345 اللي هي 3 في 1، وعايز تضيف لها أو تعدل عنوان الاي بي بتاعها، في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم ازاي نضيف او نعدل عنوان الاي بي الخاص بالطبعة HP Laserjet M 4345. فتعالوا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. هي دي الطبعة HP Laserjet M 4345، ودي الشاشة بتاعتها. طبعا الشاشة بتاعتها تاتش. من Administration هننزل بالسهم لتحت وهنختار Initial Setup، ومنها هنختار Networking and IO، هنختار Embedded، ومن Embedded هنختار TCP/IP، ومنها هنختار IPv4 Setting، ومنها هنختار Manual Settings، هنختار IP Address، وهنعدل أو نضيف الـ IP سواء من لوحة الزرار التاتش أو من لوحة المفاتيح بتاعت الطبعة. هنبدأ نكتب الـ IP بتاعنا 192.168.1.100، وندوس على زرار OK، وندوس على زرار Save. بعد كده هنختار الـ Subnet Mask، هنتأكد إن هو 3255.0، وهندوس OK. بعد كده هنختار Default Gateway، وهنعدله ل 192.168.1.100، وهندوس OK وهندوس Save. طيب لو أنا حابب أظهر الـ IP بتاع البرينتر بدل ما أدخل على كل الإعدادات ديت مرة تانية، بكل بساطة هختار Administration، ومنها هختار Management، ومنها هختار Network Address Button، وهعمل لها Display، وهختار Save. هروح للهوم وهلاقي زرار ظهر اسمه Network Address، لو دوست عليه هلاقي عنوان الـ IP اللي واخداه البرينتر. أوكي. وعلشان أخفي الزرار ده تاني عشان مش أي حد يشوف العنوان، Administration Management Network Address Button، وأختار Hide و Save. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.